الاصل في هذا السحر هو الحسد. ممكن شابة تحسد على الاخت ديالها حيت جاها الخطيب الاول والثاني، الشيطان يلعب لها وتسحر الاختها. كلشي انت كتقيل مع راسك كدور وعلى القصاير وتجي تقول لي انا ملي الرقي خصني نتعالج. كاينه مرأة كتشوف بنتها يلاه كبرت كذا ما كتسمعلاش الكلام ديالها، كتقول باش ما تجيبليش الشوهه باش ما ديرليش كذا غادي ندير لها التقاف. والنهار اللي تزوج ليله عرسها مفسخوله، الساحر كيطلب جوج المليون وثلاثه وكتحطها وما كتهضرش معاه. هاد المتطلبات هي معاشرة الأقارب، تنجيس القرآن، كتابة القرآن بدم الحيض، الذبح لغير الله، عبادة القبور، الصلاة جنوب، عدم صيام رمضان. كيف تضبط ساحرة أو عرافة؟ كتخلص 700 درهم كفالة وكتخرج. يقدم قربانا لأحد من الملوك من الجن لتيسير الأمر، لمنصب، لفنان أو شي أمور بغي يجهز شوية يولي مشهور. ما طلبش الرزق من الله، طلبوا مين؟ من الشياطين. وهنالك من بعض الطقوس والليلات تقام بأموال باهظة، فرق تكون 100 مليون. العجل ما كيكونش العجل كيف ما كتصور انت، العجل كيولد يكون ديال 4 مليون وليه سواد في سواد ويمشي على سواد. الموف كتلبسو ماليكة الزهوانية كيسميوها. هنالك بعض الأضرحة أوكار للدعارة والسحر والشهوة. تاهل ديك الطريح وقال لاش إلا بغيتي تعالج خص المعاشرة، حيت هو الله ابتلاك باش ترجع للكتاب والسنة وترجع إلى الله جل وعلا. وانت ما رجعتيش لله وتماديتي وزدتي مشيتي عند الصحراء وزدتي عملتي الشركية واش حتى تعالج؟ قلتي لي علاش هنالك بعض الناس كيدخلوا معاقين أو مرضين يدخلوا لعند هذيك الطريح كيخرجوا كيزيدوا؟ علاش إبليس ما غاديش يبين لك الخدمة؟ إذا كان الإنسان مداوم على هذه المسألة هذه كتكون عنده حرز حصن حجابا من السحر والشياطين. أول شيء السلام عليكم، مرحبا بهذه القناة الجميلة على الاستضافة. معكم الراقي محمد بن عاشر، راقي مغربي من مدينة العريش. كراقي مغربي لمحاربة السحر والشعوذة والشياطين والصحراء. الحمد لله احنا كسيوف في رقاب الصحراء، والهدف ديالنا هو ان نجعلوا في كل بيت رجل راقي. بمعنى مهما كثر السحر والشعوذه وكثروا الصحراء في هذا الزمن هذا، الحمد لله حنا باغيين تكثر الرقيه ويكثروا الرقات، واللي عندنا واحد المنهج ديال الكتاب والسنه في الرقيه. ما يبقاش هذا سيدي فلان، هذا التبرك، هذا وصفه ديال التصويره كتب فيها بالدم باش تعالج. حنا باغيين نديرو على ضمن الكتاب والسنه. واخر لحظه بزاف هادشي الراقي موقع التواصل الاجتماعي السحر تصاور المقابر فيهم، شنو السبب؟ وكنظن انتما كيتوافدوا عليكم بزاف، يعني مابقاش حالات قليله. اول شيء هو الاصل في هاد السحر هو الحسد. ممكن شابة تحسد على الأخت ديالها حيت جاها الخطيب الأول والثاني، وهي قالوا لها أختك كتزوج وأنت باقي ما جاك حتى شي واحد، تقدر غير الشيطان يلعب لها وتسحر الأختها. صديقة مع صديقة ديالها كانت كتبغي شي واحد، هذاك اللي كانت كتبغي صدق تزوج بجهة أخرى وحقدت عليها وسحرت لها. وحدة فتحت واحد المحل والأخرى عندها واحد المحل تجاري خياطة، والأخرى خياطة، هذه عندها الكلية، الأخرى غادي تسحر لها وتعمل لها التعطيل في الرزق وتعمل تمرضها باش ميبقاش عندها الكليان، والكليان الاخرى يجي عندها. الاخرى بغات تنتقم من الراجل ديالها بالطاعة العمياء وتبقى تعمل اللي بغات كتسحر له. وهنالك السحر النوع الثاني هو سحر الجلب والمحبة والرزق بزاف د الامور. المأكول سيف ذو حدين ولديه وجهين مختلفين. كاين مأكول اللي كيطعموه لك البشر او الحاسدين او الحقاد، كيدير واحد المخلفات عظيمة. والثاني ينقل مادة داخل الجسد كيكون من الجن أو من الشيطان المكلف، كالتالي كتجبر بدن كيستفرغ عندك في المركز أو في الحصة ديال الرقية، كيستفرغ مسامير، قفل، شفرة من الآلة حادة، إبر، واش ممكن هو يدخله ما يحسي به؟ ثبت عند المعالجين وعند كل الرقاة أن هنالك السحر يدخل مادة ويسحب، والجن عنده هذه القدرة. واش أنا كنصرع الجن؟ نعم.
وضروري راك مي غادي تلقى الانسان وغادي تصعد للجن غادي تتكلم معاه. هنالك من العلماء من جوز الكلام مع الجن او المس اللي داخل الجسد، انه يوريك المكان السحر هو اللي مكلف به، لان ذلك السحر عندما كان يصنع او يدفن شكون اللي كان واقف عليه؟ هو، حيت هو الخادم ديالو هو اللي غادي يعرف المكان ديالو. وثاني مساله تعطيه الدعوه، تعرفوا ما هو مفهوم الاسلام، لان هنالك الجن، هنالك من الجن من لبس عليهم من ابليس ومن الشياطين ومن السحاره، ومن كتوعظوا بوعظ وبيان وتبيان كيتوب الى الله جل وعلا وكيغادر البدن. الشفاء يقتصر على الله جل وعلا. انتم سبب فيه. نسال الله عز وجل يجعلنا سبب. هنالك من الابدان وخا تعمل معها جميع الطرق كيبقى قدر الله، ربي مكتب عليها يبقى فيها لمس. انا غادي نزول ولا انت؟ الله جل وعلا مكتب عليها يبقى عندها لمس. وهنالك من الحالات حصه واحده جلسه باقي ما بديناش نقراو حتى كيطلع الجني وكيمشي في حاله. وهنالك من الحالات المركبه بموروث وسلاله واسحار مشتركه كطول شويه المده العلاجيه. راه ما يمكنش انت كتقين مع راسك كدور على القصاير وتجي تقول لي انا من اللي الرقي خصني نتعالج. راه خصك، راه الراقي عنده واحد 40% او كيتولي 50% موجه ولكن هادو الحالات المركبه. ولكن خصك تكون عندك واحد الاورده في البيت، واحد الطاعات، العبادات، خصك تولي عندك واحد العقيده سليمه، تولي تتغنى بالقران. الا بذكر الله تطمئن القلوب. حاله الوهم باينه، وكاين اللي ماشي وهم اعتبره حيط، هي باغا تخرج ما تبقاش ساكنه مع جوزها. انا مريضه فيا ميمون، طلع هاد ميمون. نعم سيدي ميمون، شو بغيتي؟ انا ما نخرجش من حتى تخرج تكري. كنقول له صافي اختي مزيانه. كيقول لي راجلها شنو كاين اخاي؟ كنقول له مراتك خصها تخرج تكري، سير كري لها، راه ما فيها لا ميمون لا ميمونه. وبعض الحالات كنتعذر نتجنب الكلام، حيت لا قلت له مراتك كي كتكذب عليك غادي تولي فيها طلاق، كتضطر تصلح ما بيناتهم بواحد الطريقه سلسه. وهنالك من سحر سميتو سحر التغوير، لا حياء في الدين تسحب البكره الى الاعلى حتى يوم الزفاف او ليله الدخله ما كيتمش بدون شيء. هذه سمعناها الامهات قبل بدراتهم، هذاك ديك الثقاف كيتقفل بناتهم. انا ما كنهضرلكش على داك الثقاف، سحر التغوير. سحر التغوير، سحر. ملي الزوج كيدخل للزوجه ديالو، اذا هذه ماشي بنت، هي ولو تكون عذراء. الجني المكلف بداك السحر كيسحب البكره الى الاعلى، ما كتمش الفض ديالها. وهنا يتم الطلاق صافي. اذا كانت الناس كتمشي بالتقاليد الاعراف، اذا هذه ماشي بنت. وعندما ترقى يسرع الجني ويخرج المكلف، من اللي غادي يمشي يعاود المعاشره ديالها بحال اول بحال اي عرس، وغادي يتم الفض البكاره. وهادو من الحالات شويه كيكونوا نادرين. وسحر الثقاف اللي كتكلم عليه، هذاك سحر تقليدي مستنبط من الناس ديال البوادي. كاينه مراه كتشوف بنتها يلاه كبرت كذا، ما كتسمعلاش الكلام ديالها، كتقول باش ما تجيبليش الشوهه، باش ما ديليش كذا، غادي ندير لها الثقاف. والنهار اللي تزوج ليله عرسها نفسخوا لها. وانا حضرت على هاد الحالات هادو عده. هي شكون اللي كيتم المنع وسد المعاشره؟ هو الجن اللي كيكون مكلف بهذاك السحر. كيكلفوا الساحر او الساحره او العرافه بان هذه ما تتمش المعاشره مع شي حد، ياك. هذاك الجني كيتحول لعاشق، كيولي مزاول داك البدن. انت ولو ان شي واحد ما عندكش معاه او لا وضربتي معاه واحد مده 10 سنين راك كتولف عليه. ولكن اللي كيعشقها ما كيبغيش يزول. ولو انها كتقول لها نهار اللي تزوج كتعمل لها هذه الوصفه هذه، وغالبا كاين اللي كتعمل القرشال ديال الصوف
كتجي فوق الراس ديالها باش كتثقفها فيه، ومي كتجي تفسخها كتجي كتعمل لها عاوتاني كتفسخ. وكاين اللي ما كيبغيش يتفسخ لها، صافي الجني ما بغاش يطلق. حضرت واحد الحاله، وهنالك من كيشدوا الراس ديال الديك احمر بمواصفات او اسود، كتقطع له ديك الطربوش ديالو او بام يسمى بالبناره او شوف شنو كيسميوه، وكيوكلوه له خضر باش يتفك داك التقاف. وكاين اللي واخا تشربها المقاطع ما يتفكلاش حيت الجني ولا عاشقها، هنا كتحال الى الرقيه. إذا هنا الأمهات كيكون تسببوا في المأساة. عدة أمهات كان عندهم هذا الجهل. أنا حضرت عروسة توفات لها الوالدة ديالها وهي مسكينة ما عرفتش أصلا أنها ملي كانت صغيرة تقفات لها يماها. وما تعرف وخص مسكينة وعايشة عانات. ولكن إلا كانت الرقية يكون رقية قوية ربي كيجيب التيسير كتفك. بكري ما كانوش الصحارة بحال هادشي، دابا ولاو الصحارة مودرنيين. ساحر كيطلع على المباشر وكيقول انا ساحر، كيلبس الهندام ديالو الكومبلي ويحاج الناس ويحاج الرقاه ويحاج كل شيء، ويقول انا ساحر وافتخر واتحدى الرقاه واتحدى كذا واتحدى كذا. وما دمنا حنا كنطبقوا الحكم غير هذاك الراقي، لان هذا واحد هذه واحد مؤامره ممنهجه من السحره ومن بعض أعداء الدين يشوهون صورة الرقية والرقاج، بغينا نبدوهم. إلا تنبدو ديك الرقاج وحيدنا هذيك الحب الرقاج الشرفاء اللي باقا، غادي تولي الغلبة ديالهم. ولكن الحمد لله باقي الرقاج الشرفاء الذين يسعون جاهدا لمحاربة الصحراء والشركيات، هذه هو المقولة. لان دابا هنالك قوانين تطبق على الراقف بزاف الامور، غير الجيران اللي تشكاو منك ولا شي امر ولا غير بقاو يقولوا شي حاجه غادي يسدوا لك المحل، لان هذا المجال غير مقنن ما بغاش يدخل التقنيه. ولو اننا ننتمي الى جمعيه رابطه ملكيه ودفعنا واحد الملف مطلبي للوزاره وتم القبول، ولكن لازال في الدراسة، ما عرفناش واش غادي يتم تقنين هذا المجال، ولكن نطلب الله كما كيقولون بعض رجال السلطة نحن شبه مقننين. مادام أن هنالك مراكز تفتح بدون تقنين وترخيص صعيب الأمر شوية. حنا كنحميو نفسنا ضد بعض الكاميرات، حيت ممكن السيد أو السيدة حيت ممنوع تدخل المرأة عند راقي بدون محرم، ولكن ملي كتدخل سيدة ولا جوج تدخلوا ترقيهم وكذا، راه ممكن تنوض تغوت وتحيد الحوايج ديالو تقول هذا بغى يختالي بيا بغى يتعدى عليا، وهنا ما غادي نصفك حتى واحد، لان واحد المؤامره ممنهجه على الرقاه، بغاو يرسخوا في الاذهان انك عندما كتذكر اسم راقي كتذكر نصاب اكل لحوم البشريه يستغل العقول الضعيفة زاني. ولكن الساحر ما عليه دابا ما عليه الهومة، ما كيهضر عليه حد، خدام في السكات الراقي كيطلب الثمن ديال الحصة 100 درهم أو 150 درهم، علاش مالو؟ ما قلتيش الساحر كيطلب جوج المليون وثلاثة وكتحطها له وما كتهضرش معاه. مادام انه تذكر المغاربه صحاره، فدابا الان مذكوره مغاربه هي بلد الرقاه والشرفاء والمعالجين. احنا كنمشيو للسعوديه باش نزوروا مقام النبي والحج، وهم يزورون بلد المغرب قصد العلاج من السحر والجن والشياطين. هاد البلد الحمد لله تعرف بالرقاه الشرفاء وبالجهاد في الرقية ومقيدين ضمن الكتاب والسنة. وهنالك كتب معتمدة عند بعض الصحارة. الكتاب الأول فهو الرائج عند اليهود، هو كابالا سحر اليهود، والعزيف هو كتاب حرف أو نقل أو كذا، ولكن لا زالت النسخ. وهنالك تلمود، والكتاب يعني نقص شويه كاليتي على هذا كيف ما كنقولوا شمس المعارف.
وهنالك بعض السحارة تقوم بخلوات، وهذه الخلوات وطقوس كيستدعيو الجين باش يخدم معهم الشياطين. وهذا الجين باش كتبغي تخدم معاه هذا الساحر عنده واحد المتطلبات، هاد المتطلبات هي عديدة ومتنوعة: معاشرة الأقارب، تنجيس القرآن، كتابة القرآن بدم الحيض، والعياذ بالله، الذبح لغير الله، عبادة القبور، الصلاة جنب وبدون وضوء، عدم صيام رمضان، وغيرها من الشروط. ساحر تساوي كفر. وإذا بغى هاد الساحر يتوب كاين المجال؟ هو التواب الرحيم. إذا جينا نهضروا على شرعا عنده حكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: الساحر ولو يتوب، ولو يتوب الله جل وعلا يتقطع له راسه، لأن الساحر لا يؤمن. ولو يقول لك تاب راه هو راه ما تابش، ولا هذيك التوبة لا تاب كتنفعوا الراس مع الله عز وجل. الله يقبل التوبة عن عباده ويقدر، ولكن يقطع الرأس. وده هادشي هذا راه كاين في السعودية. الساحر ملي كيتبت بأنه ساحر وكذا وكذا بالآدية وكذا كيتقطع له راسه. وانتم شفتوا عدة فيديوهات المغرب عندما كتضبط ساحرة أو عرافة أو عندها واحد المحل ديال التشوات كتخلص 700 درهم كفالة وكتخرج بحالها، ولو انها غتكون اداه بزاف الناس. عندك شي احنا ما عندناش القانون سميتو السحر، ما كتعرفوش به، ما كاينش معك. لا يندرج في الدستور المغربي في القوانين، ما كاينش حاجه سميتها السحر. اما بما يسمى بالحضره او الليلات، فكل لون من الألوان يرمز إلى ملك من ملوك الجن حسب ما يذكر عند السحرة والمشعوذين. فهنالك من يقدم قربانا لأحد من الملوك من الجن لخدمته، لتيسير الأمر، لمنصب، لتيسير محال، اللي عنده شي اللي فنان او شي امور باغي يتهز شويه يولي مشهور، فيقدم قرابين ومعاهدات. فالقرابين هي كالتالي: هنالك من يذبح لهم. جينا عند عائشه كنذبحوا لعائشه باش عائشه كتزيد به القدام، ولكن راه ملي كدير العهد معاه في واحد اليوم محدد اللي كتذبح له راه خصك تبقى تذبح دائما. الا ما ذبحتيش كتولي عندك الاذيه. ولو ان داك اللي كان كيذبح له ميموت يتوارثون على الابناء والابن والاحفاد، خصك هذوك الابناء يمشي يذبحوا لهم، ولا ما ذبحوا لهمش كتولي فيهم الاذيه، لانه هو ما طلبش الرزق من الله، ما طلبش العون والمدد من الله جل وعلا، طلبوا ماين من الشياطين. وهنالك من بعض الطقوس والليلات تقام بأموال باهظة على حسب انت والمنصب ديالك. كان المنصب ديالك هو الكرسي فرك تكون 100 مليون، العجل ما كيكونش العجل كيف ما كتصور انت، العجل كيكون ديال 4 مليون، وليه سواد في سواد ويمشي على سواد، وما كيكونش عجل واحد، كيكونوا عدة أضاحي على حسب. عاوتاني إلا كان السيد اللي كيذبح لهم وكذا عنده أي واحد المحل ديال تكوافورت وهاد المسألة كيذبح عاوتاني شي حاجة قليلة على حسب. وهنالك من السحرة والمشعوذين من يتعامل مع ملوك الجن، وعندما يقصدهم أحد حول العلاج كيقول له: أنت فيك أحد من الملوك أو كذا اسمه تقريبا اسمه ميمون، فميمون عنده طقوس خصو معز
أو ماعز أو جدي أسود، أو لحسب المتطلبات كيف ما كانت الذبيحة. وأهاجيز ممكن قناوة فولكلور قناوي، أو على حسب هاد ميمون شو من صنف ميمون، ولونه أسود ولبس أسود وبعض كذا وبعض الرقص، وخص ألوان، خص المصاب يكون أو الجني عندما يصطع يترى يرقص على ذلك اللون من الغناء كي قصد العلاج كي يتركه ذلك الجن. فهنا شرك بالله، تخريب العقائد المسلمين، تضليل المسلمين عن ذكر الله حسب ما يزعمون الصحارة. فهذه الأسماء ليسوا مذكورين لا في كتاب ولا في السنة، حسب كتب السحر أو بعض ما يسمى من الساحرين أو كذا. فهنالك كل لول يرمز إلى أحد من ملوك الجن، كما كنقولوا الأصفر فتعتنقه أحد من الملكة الجن مسمى بميرة، وهنالك الأبيض تعتنقه أخت هادية الميرة حسب ما يزعمون. هادشي ماشي أنا كنخرجو من عندي، أنا كنعطيك على الوجه الخافي ديالهم حسب ما يقولون. أختها أميرة هي اللي كتلبس داك الأبيض. الموف كتلبسو مليكة الزهوانية كيسميوها، وهذه هي اللي كتأتي في بعض الرؤى والمنامات عند المرأة، تريد الحناء وتريد الطقوس وكذا وكذا. عائشة كتلبس الأبيض، مرة كتلبس الأحمر. عائشة لديها أسماء متعددة وصفات متعددة. الباشا حمو عنده لونه أسود حتى هو، وعنده طقوس خاصة به. كاين الحمو جزار عنده طقوس بالدماء ولونه أحمر وكذا وكذا. كاين كيقولوا لهم ولاد الغابة، عندهم واحد اللون كيقولوا له المارو. كاين البوهالي عنده واحد اللون مزركش بحال الرايد المثليين والشذوذ الجنسي. عملت واحد دراسة، واحد البحث شامي في الأضرحة، واستجوبت بعض الصحارة وبعض العرافين على هذه الألوان ونوع هذه الألوان التي يخدمها الملوك. يعني هذا اللون كل واحد شكون كيخدمه. فمن البحث ديالي ذهبت لهاد الأضرحة، فوجدت معظم ما يقطنون في تلك الأضرحة فهم شادا جنسيا، شدود جنسي مثليين. والشاد عند العرب هو الخارج عن المنظومة وخارج عن القاعدة ديال الحياة، يعني شدود جنسي أغلبيتهم. جهل، تخلف، تخريب العقائد المسلمين، تبرك بالقبور، تبرك بالأولياء. وتوافدت علينا عدة حالات، ذهبت إلى الأضرحة وكلي خسرت أموال باهظة، والحالة ديالها زادت تدهورت، ولكن الحمد لله ربي كيقبل التوبة. كانوا يفعلوا ذلك الفعل على جهل، كانوا كيعملوا ذلك الشيء بجهالة. الحمد لله كتصحح له العقيدة وكذا، وكتبقى معه شوية بشوية، وتكي ربي كيجيب الشفاء والعلاج. وهل فعلا كاين أوقات معينة ديال هادشي ديال السحر؟ نعم عاشورة، نعم، هنالك السحر في عيد الأضحى. السحر كيتقام في منتصف رمضان وفي آخر رمضان، وهنالك السحر في شعبان، وهنالك السحر عاشوراء كيكون محروق للمحبة، واللي بغات تربط شي واحد كتولي تربطو صافي من غير الميلود. مولد النبوي كيكون ديك الشيء ما كاينش خفيف، والسحر على مدار السنة. ولكن كاين لك الأسحار اللي كيشبروا في وقت معين، كاين اللي كيكون بالدم بالأضاحي، كاين اللي كيكون في عاشوراء، كاين اللي كيكون في شعبان. قلتي لي علاش هنالك بعض الناس كيدخلوا معاقين أو مرضين، يدخلوا لعند هذيك الضارح كيخرجوا كيزيدوا. علاش إبليس ما غاديش يبين لك الخدمة؟ غادي يخليك عانت تجي صافي ضروري ما كيدير لك واحد المسألة كيبهرها لك. هي كالتالي، كتبر الجين هو اللي سبب ديك العضو في الإعاقة، كيكون شيطان إبليس كتر منه كيقول له طلق هذاك
دوز واحد شهرين ولي رجع لبلاصتك باش يديروا لك واحد الخوارق. راه ضروري ابليس خصو يبين لك الخدمه باش يضلك. وهدف ابليس المطرود من رحمه الله الملعون ليس تعطين في الرزق او في المال او التيقاف او التمريض، هدفه هو ابعادك عن ذكر الله وتضليلك وتخريب العقيده ديالك. هنالك السبل الوقائيه من السحر والشعوذه، كثره الوضوء، كثره الصلاه، قيام الليل، الفجر في جماعه، صلاه الصبح في جماعه، مداومه البقره تركها حسره، وما صلى الصبح فهو في ذمه الله. اذا كان الانسان مداوم على هذه المساله هذه كتكون عنده حرز حصن حجابا من السحر والشياطين. ولكن كيبقى قدر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهو وضوء طهارة رحمة تمشي على الأرض وأصيب بالسحر ولكن ما ملوه لم يضر، وكان يخيل إليه أنه يعاشر النساء ولا يعاشره، ورقاه جبريل 6 أشهر. وكتجي انت نهار واحد خصك يرقيك راقي ويعالجك، عندك عصا سيدنا موسى، عيسى جيتي عند عيسى عليه السلام يشفي الأبكام والأبرص، ما كاينش هذه. وجبريل مرسول من السماء منزل من عند الله إلى رسول في الأرض رحمة للعالمين، ورقاه 6 أشهر، تجيتي عنده حصة واحدة دقيقة بغيتي تعالج، ما كاينش هذا الشيء. نصيحتي لكل مبتلي، التزم بذكر الله ودير واحد المقولة في قلبه، وننزل من القرآن ما هو شفاء. استعن بالله، استعن بالذكر والصلاة، الله عز وجل كما ابتلاه في الأرض قدر يشفيه. لديه خزائن السماوات والأرض، لا كنت انت كتقلب على رزق على الفلوس، الله عنده خزائن السماوات والأرض لا تنفد، ده الله عز وجل هو رزقك. أما هذاك الرزق اللي انت غادي تمشي تعمل واحد الجلب، غير صبر، لكن غادي يجيك الرزق راه يجيك بالجلب ولا ماشي الجلب. هاد الناس هادي اللي كتمشي تعمل الجلب واللي كتخاف على الرزق ديالها، فرزقه محفوظ عند الله عز وجل. علاش كيخمم في الرزق؟ والرزق راه عند الله، ربي غادي يعطيك الرزق ديالك. علاش؟ لان الله عز وجل كيطلب منك الصلاه غير في الوقت ديالها. جاتك الظهر صلي الظهر، ما كيطلبش الله عز وجل صلي الظهر اليوم وغدا وبعدو ديال شهر، لا، انت ما تطلبش الرزق اليوم وغدا وبعد، طلب الرزق غادي ليك غادي لهذاك الوقت. الناس اللي مبتلى بلمس الاصحاب ما تلتجاش للاضرحه، ما تلتجاش للصحارى، في كيزيدوا الطين بلا، يتوجه لله عز وجل اول شيء، يكثر من الطاعات، من السجود، من الاستغفار، من الخلوات مع الله، يتضرع لله، يبكي الله، حاشا واش الله يقفل الابواب في وجه المسلمين. ورساله للناس اللي كتأذي الناس بدون وجه، يعني غير حسدا، بغضا، حقدا، وكتأذي وكتسبب مضر لا سخط. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت كتحسد شي حد، هو داك الشيء اللي كتحسدو عليه نعمة من نعم الله جل وعلا، حسدتيه على جمال، حسدتيه على مال، على شيء. فالحسد من صفات إبليس، أبى واستكبر، ما بغاش يسجد لآدم، لأن كيف أسجد لآدم هو خلق من طين وتراب وأنا من نار، أتته الرفعة وعاد زاد حسده ياك. فكل من يحسد او كيأذي شي واحد او كيبغي يسعى في الخراب ديال شي بيت فهو بحالو بحال ابليس، بحالو بحال الشيطان، صافي هذا هو الحكم ديالو. واللي كيمشي يسحر شي واحد فهو راه نزل عليه الحكم ديال الكفر، خرج على المله. علاش؟ لان راه عالم مشيتي لعند شي ساحر ودقدقتي عليه راه ما كتقبلش من عادي، لا ما صدقتيش، عا ما صدقتيش ما كتقبلش الصلاه منك 40 يوم. اما لا صدقتيه بهذاك الشيء اللي قال كفرت بما انزل على محمد، اما لا سحرتي فانت كافر، انت كافر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.